اللهم إنا نسألك، وقد مضت الأيام سراعا من أيام رمضان ونحن نتعلق بأداب رحمتك، يا مولانا إن كنت ستعتق عتقاء في هذه الليلة فاكتب أسماءنا في عتقاء هذه الليلة، ارحمنا، ارحمنا من سوء أنفسنا، وأخرجنا منا إليك، واجعلنا على بابك على الدوام، وأسكننا في حضرتك، نق قلوبنا من مساويها، وارحمنا من بلاوينا، واجعلنا يا ربنا ممن يصدقون في كل فعل، واجعلنا يا ربنا ممن يحسنون القول، واجعلنا يا ربنا من أهل رقة القلوب، اللهم رقة في القلوب تذهب الذنوب، اللهم انظر إلينا بنظرة تمحو ذنوبنا وتبقينا في رضاك، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم إنا نسألك أن تكتب أسماءنا في قلب حضرة النبي وفي ديوان أهل الجنة، يا كريم، يا ودود، يا لطيف، يا جميل، يا رب العالمين.